الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدتكم في رسالتي الأولى، أود اليوم أن ألقي الضوء على برنامجي الانتخابي، ولكن في البداية أود التأكيد على أن الفكرة الأساسية لهذا البرنامج قد انبعثت أساساً من المناقشات والحوارات التي تشغلنا نحن كمواطنين. وعندما تبلورت هذه الفكرة ولقت استحسانا من أعداد كبيرة من المواطنين الذين اطلعوا عليها وهي في طور التكوين، توكلت على الله وقررت أن أطرحها عليكم. إنها فكرة تنبع في الإحساس منكم، ومما لا شك فيه إننا كمواطنين سنستشعر بما يمكن أن تحققه بإذن الله تعالى لنا هذه الفكرة. وهنا أتوجه إليكم جميعا وبكل الصدق كي تشاركوني بأفكاركم وأرائكم بشأن هذا المشروع، فهو منكم وإليكم. يمكن تلخيص هذا البرنامج الانتخابي في مناقشة وتبني المجلس الوطني لفكرة إطلاق مشروع وطني متكامل ذو 4 محاور. هذه المحاور الرئيسية هي التعليم والصحة، المرأة والإسكان. وأريد التركيز على هذه المحاور بشكل متزامن في إطار مشروع موحد تلتف حوله جموع المواطنين ومؤسسات الدولة وهيئاتها، وتسخر له بإذن الله الموارد والاستثمارات الكافية، سيكون كفيل بتحقيق نقلة نوعية في حياتنا جميعا. بل ومن شأنه أيضا تسريع خطى الدولة في مسيرة التنمية الشاملة بإذن الله، وتحقيق أفضل استغلال لمواردها. وقد تتفقون معي بشأن الأهمية القصوى التي تتمثلها هذه المحاور الأربع وأثرها في حياتنا ومستقبلنا، وإني لانتهز هذه الفرصة كي أدعوكم بإذن الله جميعا بزيارة موقعي الإلكتروني، وهو www.saeedmmalshamsi.com، حيث يضم مزيدا من التفاصيل عن المشروع ومحاوره وآليات تنفيذه والدور الذي يمكن للمجلس القيام به في تبني مثل هذا المشروع. وأخيرا أجدد الدعوة إلى كافة الأخوة من المواطنين والمواطنات للإدلاء بآرائهم وتعليقاتهم، فالمشروع كما قلت منكم وإليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.